الكرو اللي موجود بقالنا 3 4 سنين مع بعض، خد الحمد لله والشكر ما شاء الله لله. يعني بس فين النجوم يا كابتن؟ نعم فين النجوم؟ نجوم مين؟ كنا حاطين النجوم الحمراء عدد البطولات. هنجيبهم ونحطهم، هنزودهم واحده. احنا كده احنا كل سنه هنتكبر بقى الترابيزه، بدل ما تبقى اربعه تبقى خمسه عشان نكبر الترابيزه اكتر. كابتن عمل كبير جدا عمله النادي الاهلي بامانه شديده، وفوز مستحق وبطوله مستحقه، وزي ما قال الاستاذ محمد ضماد بيقول البطوله كانت ميسره وميسره في مشوارها وفي مواقفها. يعني مثلا بدايه من دور الثمانيه كونك تكسب لاول مره سيمبا في ملعبه 1-0 وتلعب بنفس طريقه عبد الحق بن شيخ اللي واجهك بيها في السوبر، فترد عليه في ملعبه بنفس الطريقه، انت عملت هناك كذا انا رديتها لك اهو، دعبت معاك دفاع وخطفت الهدف وبوظت لك كل الشغل اللي انت كنت بتلعب عليه، وجيت 1-0 رحت القاهره لعبت مباراه هاديه وصعدت، ورحت لعبت عندك مع مازيمبي خسرت في الدوري، هنا الناس كلها قالت لك اللي هيحصل، اتفاجئت باداء وثبات انفعالي في مباراه صعبه جدا في اجواء صعبه جدا، وكانت توفيق حليفك الحمد لله، وتعادلت 0-0 وجيت في القاهره كسبت 3 وعملت مباراه اكثر من رائعه ومثيره وكل الكلام. رحت لعبت المباراه النهائيه مع الترجي التونسي، وما بينك وبين الترجي مشوار كبير على الزعامه في القاره الافريقيه، استطاع الاهلي يتفوق فيها تدريجيا في السنوات والمواجهات الاخيره منذ نهائي 2018، تبدل الحال واصبح الاهلي يجيد متمرسا بالفوز على الترجي في ملعبه فيرادس، وطلعت حكايه ولنا فيرادس حكايات، ولكن بصوت العقل هذه المره استمع الجمهور ووعي مشجعي الاهلي. لا داعي لهذا الكلام لان الوضع مختلف، الترجي عاد بنسخه مختلفه اكثر شراسه من الوضع، ومدرب لديه يعني فكر ولديه ذكاء كبير جدا. طب كولر قاعد يتفرج؟ لا ده اتفرج على ماتشين سان داونز وقال لك الراجل ده بيعمل ايه؟ ده بيقفل ويخطف، لو انت فتحت هياكلك. يعني لو انت فتحت واديته فرصه وجاب في جول هتبقى عندك مشكله. فلعب على نفس المحاذير، انت في مباراه الذهاب كنت الافضل في الشوط الثاني وكنت قريب انك انت تشوف، بالدليل ان هو رجع ايه قفل عشان ما يخسرش، ولا كان ايه اجي القاهره والق ايه وارمي عليك الحمل واخوفك، فربنا كرم فجبت هدف مبكر. خلاص الناس كانت متعاوزه منك منتظر انك انت ايه تخطف الثاني والثالث وبتاع، لكن ايه كان في حسابات كلها لا مفيش كده كمان، ما كانش في كده يعني، عاوز يعرف برضه عاوز اوصل، ورحت كذا مره وضعت كذا فرق، والبعض كان بعيد عن المستوى بامانه شديده، لكن الحمد لله الاهلي احتفظ بلقبه المفضل بثنائيه للمره الرابعه، انجاز مهم جدا، عمل كبير جدا من الاهلي من جمهور العظيم، هو البطل رقم واحد، هو المساند في كل شيء، اداره واعيه. عاوز اقول يعني لازم حي كابتن محمود الخطيب على الجهد الكبير اللي عمله في يومين الاخير في المباراه، وروحه لاستاد القاهره ومتابعه التنظيم. امبارح كان معانا برضه دكتور محمد سراج وهو بيتكلم في هذا كابتن خطيب تحديدا، لما قال له بعد المباراه الاولى في الترجي في تونس في رادس اجتمع بالمجموعه المجموعه اللي موجوده من اعضاء مجلس الاداره وقال لهم احنا ما كسبناش ولا حاجه وعايزين نقفل، احنا لسه عندنا ماتش تاني. شوف انت شوف انت شوف انت الكابتن واقف ازاي ومدرج وتابع وشاف الدخول والخروج ومع الجهات المسؤوله ومتابعه الاجراءات طبعا لا ومع الكاف وقعد. يعني عاوز اقول لك ايه، انت بذلت جهد وعملت اخراج وربنا وفاك وكانت ليله جميله، وتهنئه كمان فخامه الرئيس كمان على اللقب المهم جدا. الاهلي بأمانة شديدة بيعمل عظمة زي ما بيقولوا، صحيح بيقدم حاجة مميزة كبيرة جدا. أنا مش هشغل نفسي بأي حاجة ولا داعي أن أنا أتكلم، لكن أنا بس ماشي في طريق لأن أنا عندي أهداف، جهد كبير جدا. الناس كان نفسها أنك أنت تنزل وتكسر الدنيا وبتاع، لكن بعض يا جماعة المباريات النهائية ممكن يبقى في تفاصيل إحنا ما نعرفهاش، ممكن في بعض لعيبة تبقى بعيدة عن إيه التركيز، حالات مختلفة داخل الملعب، بعد مستواه بيقل، لكن أنت عملت إيه؟ برضو استخدم أوراق كولر بصورة جيدة، حافظ على الهدف، لم تكن لك أن تتخيل أن الترجي لم يحصل على ضربة ركنية إلا في الدقيقة 65 من المباراة في الشوط الثاني، صحيح لم يحصل على ضربة ركنية في ملعبه ها؟ على مدار شوطين، ويجي هنا في القاهرة بنفس الوقت، طبيعي جدا إنه يحاول يحرز هدف وبتاع، لكن فوز مهم. تفكير في اللي جاي اهم، عندك مكاسبك، عندك
بطولة سوبر أفريقيا، الكرة الأندية المصرية حققت بهذه البطولة البطولة رقم 44، عندها البطولة 45، هيبقى رقم كبير جدا للأندية المصرية في المشوار الأفريقي. عندك أنت منتظر الإنتر كونتيننتال هيبقى شكلها إزاي، والقرعة بتاعتها ومين اللي هتقام في ديسمبر، وشكل البطولة منافسة جديدة جدا. وحاجة تانية ده غير كأس العالم للأندية، عندك السوبر هتعرف هيتلعب هنا في مصر ولا هيتلعب في السعودية حسب الاتفاق المبرم ما بين السعودية وما بين الكاف. النهارده أعتقد في كلام بيتقال انها هتتلعب في مصر، لكن ما حدش يعرف لغايه دلوقتي برضه ما اتحسبش. ما خدش قرار نهائي. هنقعد نتكلم في الكلام ده لغايه ما يبان يتحدد هل هتقام اولا، لا يمكن تقام لا في 6 ولا في 7، والمجمل في الغالب ممكن تقام في شهر سبتمبر في ظل ايه تصفيات كاس العالم، وعندك اولمبياد باريس. يعني عاوز اقول لك ايه، الدنيا زحمه. ليه ممكن تقام في اخر 6 مثلا؟ صعب جدا في اخر 6، صعب جدا. وغالبا ممكن تبتدي تقام في 9 قبل البدايه، هي الانسب انها هتبقى في اعتقد هم يكون لكمان. لسه انت عندك ايه الانديه الافريقيه، عندك المتحاد الدش والقرعه البطوله الجديده والنسخه الجديده والشكل ومش عارف مين يعني عاوز اقول لك ايه، الفرحه حلوه وانجاز كبير لبطل الابطال الافريقيه، شيء مهم جدا. اكيد كولر لما يرجع ان شاء الله بالسلامه هيبقى في حسابات ثانيه ومختلفه، والتفكير في اللي جاي ده موجود على راس اجتماعات لجنه التخطيط في المرحله الجايه واداره النادي. الف مبروك لجماهير النادي الاهلي الكبيره والتي تستحق الكثير، مبروك لمجلس اداره على راسه الكابتن محمود الخطيب وكل اعضاء المجلس والاداره التنفيذيه واللاعبين والجهاز الفني والاداري وكل من ساهم في هذه المنظومة الناجحة الكبيرة، وإن شاء الله مزيد إن شاء الله من الألقاب والتألق في المستقبل إن شاء الله.